بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ممنوع الخروج عن التركيز، أو ممنوع الخروج عن التركيز، هذا هو عنوان هذه الحلقة. هناك البعض أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول أن يضرب استقرار النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، أنا بتكلم على الاستقرار اللي عايشه النادي الأهلي خلال الفترة السابقة منذ أن تولى ريكاردو سواريش الإدارة الفنية في النادي الأهلي. فدلوقتي الناس شايفة أن النادي الأهلي رايح في اتجاه الاستقرار ورايح في اتجاه الأمور الجيدة، وبالتالي الكل ينظر إلى خبط في النادي الأهلي علشان يحصل أي حاجة، خبط في النادي أو في لعيبة النادي الأهلي وفي المدير الفني ويعمل كذا ويعمل كذا علشان الناس تفقد تركيزها في مساندة ودعم هؤلاء اللاعبين الذين يستحقوا كل الدعم، كل الدعم من جمهور النادي الأهلي في مباراة بكرة، مش في مباراة بكرة بس، ولكن في الفترة القادمة إن شاء الله لغاية 30/8 اللي هي المباراة الأخيرة اللي هتتلعب في هذا الموسم الطويل جدا جدا جدا. لكن كل تركيزنا على الدعم والمساندة للنادي الأهلي ولاعبيه وجهازه الفني. قبل كل ماتش مهم وقبل كل بطولة بيلعب عليها النادي الأهلي بنقول نفس الكلام، لأنه ده مبدأ داخل النادي الأهلي. مهما كان الجمهور عنده تحفظات على أداء أو نتائج سلبية أو نتائج مش مناسبة لاسمه ومكانة الأهلي ولاعبيه وجماهيره، لكن في الوقت ده بالذات بقالنا 4 أيام، وأنا كنت سعيد جدا 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 امبارح، منتهى السعادة اللي في الدنيا إن أنت تسمع إن أنا شفت الحقيقة، يمكن البعض من حضراتكم ما شافش أو كتير من حضراتكم ما شافش شكل علي معلول امبارح ولا أول امبارح، شكل بقية اللاعبين امبارح أو أول امبارح لما شافوا الدعم الجماهيري والمساندة الجماهيرية الكبيرة جدا جدا لكل لاعب داخل النادي الأهلي، لكل لاعب بيرتدي فانيلة النادي الأهلي، لكل لاعب بيرتدي أو يعرف يعني إيه شعار النادي الأهلي. ف كل على مدار هذا الأسبوع كل يوم كنا بنذيع لحضراتكم 4 أو 5 تقارير عن اللاعبين النجوم عملوا إيه، كل اللاعبين إحنا بنحاول على قد ما نقدر نجيب لكل اللاعبين، حتى في الفواصل اللي بين البرامج بنجيب تقارير للاعبين، عايزين نقول لهم إن إحنا معاكم، إن إحنا في ظهركم كجمهور، إن إحنا في ظهركم كقناة، إن إحنا في ظهركم كإعلام، واقفين وراكم وهنفضل مساندة كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي جاية، علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ببطولة بكرة، إن شاء الله ربنا يكرمنا بيها، وبعد كده كمان ننظر لما هو قادم. طيب لا قدر الله حصل أي حاجة، طيب قبل بس ما أكمل كلامي في هذا الأمر خلينا نروح لمنذر الكباير، منذر الكباير المدير الفني للمنتخب التونسي. كابتن منذر ازي حضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجودك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي. مرحبا بيك، حتى أنا سعيد جدا بالتواصل معك. لا سعداء بحضرتك جدا وشرف لينا ان انت تكون معانا على الهواء مباشره، وطبعا هنسال حضرتك على مباراه الاهلي والزمالك، مباراه دائما معظم الوطن العربي بينتظر هذه المباراه. ايه رايك حضرتك الاول في هذه المباراه؟ صحيح هي مقابله يتابعها الجماهير المصريه صحيح بمتابعه عن قرب، لكن نعم. كيف الجماهير العربيه بصفه عامه يتابعوا مقابله من نوع هذا، ديربي كبير، مقابله ما بين زوج فرق على مستوى عالي وعالي جدا، تاريخ كبير، تتويجات كبيره. نعم. وكل يلعبوا مع بعضهم يقدموا برشا كوره، مقابله فيها حماس، فيها عده اشياء تخلي نتابعوها كما هي. طيب خلينا نروح على طول لعلي معلول. علي معلول واحد من اهم نجوم النادي الاهلي، يعني يمكن المباراتين ثلاثه اللي فاتوا لم يكن يؤدي بشكل جيد، ولكن دعم جمهور النادي الاهلي في مباراته او من امبارح واول امبارح لعلي معلول اعتقد شيء جيد جدا، وخبره علي معلول داخل الملعب هيبقى ليها دور كبير جدا يا كابتن منذر. اكيد علي معلول يعني لاعب مؤثر مش في الاهلي بس، حتى في المنتخب. عشت معه تقريبا 3 سنوات الاخيره، المقابلات سواء كانت في تصفيه كاس افريقيا، تصفيه كاس العالم، في كاس العرب. نعم. في اي مقابله كانت هامه، نتكلم عن المقابلات الهامه
كان عليه معلول حاصل، يعني ديما كله عنده ميزه في المقابلات المصيريه، هو ديما يكون حاسم يعني في المقابلات الهامه، عندما تقرا سجل هدف ولا اعطى زوج كرات حاسمه. نتذكر المقابله الاخيره ضد المنتخب الزامبي اللي كنا مطالبين باش يفوزوا بها، نعم اعطى دوز اسيست وسجل هدف. في الكوبارات نفس الشيء، كان حاسم في تصفيه كاس افريقيا نفس حاسم، يعني علي حاسم مع الفريق نتاعه وخاصه مع المنتخب اللي يميزه قوه الشخصيه. نعم ديما كل ما ثم تحدي يرفع التحدي كما يلزم ويجاوب يقول اني انا موجود القوة، انا عندي ثقه كبيره فيه في الامكانيات نتاعو وخاصه في الشخصيه نتاعو اللي باش يعرف يتعامل مع نوع مع الوضع هذا، ولو اللي كونه اي لاعب في العالم متعرف باش يكون على اوريجين من فوت ولا ان بوت او كيسي يعني هدف ينجم يقبل الفريق نتاعو، هذا عادي وعادي جدا، هذا يسير على المدافعين كما يسير على الحراس. شفته في المقابلات الاخيره المستوى نتاعو دفاعيا صحيح اقل من العاده، لكن انا متاكد اللي باش يرجع بقوه وباش يكون حاسم مع الفريق نتاعو، وباش يرجع نفس الشيء نفس الاداء نتاعو خاصه المنتخب وكاس العالم على ابواب. اعتقد ان خبره علي معلول ووجوده في الملعب لفترات طويله سواء مع المنتخب او مع نادي كبير زي النادي الاهلي، اعتقد الخبره دي بتمر لكل اللاعبين من خلال وجود علي معلول يا كابتن منذر. اكيد هو لاعب قيادي، يعني قطع نظر على الامكانيات نتاعو، كان عنده دور كبير في حظه الملابس، يتواصل منيح مع اللاعبيه، يعرف يتكلم، يعرف يقول الكلمه اللي لازمها تتقال، يركز على النقاط مع روحه ومع اصحابه اللي تكون عندها وزن في المقابلات الحاسمه. نعم. وهذا راجع من الامكانيات نتاعو، خاطر لاعب مهاري، لاعب موهوب، واكثر من ذلك لاعب يعني يخدم برشا، يضحي، يقوم باللي لازم يتعمل في الميدان، من ضبط دخل وخارج الميدان اكيد باش يكون المستوى نتاعو يرجع للمستوى العادي واكثر من العادي في المرحله هذه. كابتن منذر طبعا بكره هتتابع المباراه سواء المنتخب التونسي طبعا او كمدير فني للمنتخب التونسي والجهاز الفني بالكامل اعتقد هيتابعوا المباراه بكره، لانه هنا وهنا في لاعبين اعتقد يكونوا من الممكن ان هم يكونوا مؤهلين للتواجد مع منتخب تونس خلال الفتره اللي جايه واستعداداته طبعا لكاس العالم. اكيد انا كنت موجود مدير فني المقابلات كما هذوما نتابعهم كما يلزم، نتابعهم كرؤيه اولى ثم رؤيه ثانيه بالاحصائيات بالتدقيق، نشوف الجانب البدني، نشوف الدور كل لاعب، وهذا طبيعي جدا خاطر المقابلات هذه تعطيك فكره على امكانيات اللاعب وعلى الجاهزيه نتاعه في الفتره هذه، ولو ديما نقول كانوا علي معلول ولا سيف الدين الجزيري من الثوابت نتاع المنتخب التونسي. طيب كابتن منذر، طول فتره الدوري المصري هل ده بيؤثر بشكل سلبي على بعض اللاعبين؟ اكيد خاصه في فتره مثل هذه، يعني تقريبا فتره المفروض اللاعبين يكونوا خذوا الراحه نتاعهم وخرجوا في اجازه باش عاودوا يسترجعوا نفق نتاع موسم طويل وكبير مع الانديه نتاعهم مع المنتخبات، شوفوا اللي كان الدوري المصري مازال متواصل واكثر من ذلك، وثلاث ايام مقابله فيها نفق، فيها ضغط، فيها العديد من الاشياء اللي لازم تكون جاهز كما يلزم، وهذا في استنزاف بدني واستنزاف ذهني للاعب، وعادي جدا في بعض الفترات باش يصير دروب صغير ومهم حتى اصابات. نقول كونه هذه مهنه اللاعب مطالب باش يكون جاهز في الاوقات الكل، خاطر في فترات يلعب فيهم برشا مقابلات وفي فترات ما يلعبش مقابلات كثير، مطالب باش هو يتاقلم، لكن المفروض يكون الدوري المصري يكون انتهى عنده مده باش اللاعبين يلقاو الوقت باش يسترجعوا القوه نتاعهم، وهذا يرجع بعد بالايجابي على اللاعب وعلى المنتخب وعلى النادي نتاعه، خاطر اذا لاعب ولا اثنين الله لا يقدر إصابة كبيرة يخسروا الفريق نتاعه مدة طويلة، يخسروا المنتخب في وقت حساس وحزين جدا. كابتن منذر برضو عايز أسأل حضرتك فيما يخص، هل ده سيؤثر بشكل سلبي على المنتخب التونسي أو استعداداته للكأس العالم القادمة؟ من وجهة نظرك يعني طول الدوري؟ الحمد لله ما زلت في فترة تسمح للاعب باش يسترجع القوة نتاعه، خاطر بداية
نوفمبر كاس العالم، التحضيرات تبدا قبل شويه، واحنا اليوم في شهر اوت يعني مازال سبتمبر واكتوبر. في وقت باش اللاعبين يجهزوا في وقت يعني. يجهزوا روحهم كما يلزم. طيب النهارده تم اختيار روي فيتوريا البرتغالي مديرا فنيا للمنتخب المصري، يعني طبعا انا عارف ان ما بتحبش تقول رايك في هذا الامر، ولكن لو شايف ازاي اختيار مدير فني برتغالي، وشايف روي فيتوريا ازاي مع منتخب مصر خلال 4 سنوات القادمه؟ يعني انا بالنسبه لي انا عندي سنوات يعني نتكلم من كونه مقتنع لقناعه بالنسبه لي انا لكون المدرب المنتخب يكون مدرب محلي. اوكي. خاطر يعرف انتظارات الشارع ويعرف ايش معناتها قيمه المنتخب وايش معناتها تلعب باش تفرحك الشعب وتلعب على حاجه كبيره، تلعب لاصلك، تلعب للتاريخ نتاعك. انا متاكد اللي كونه المدرب المحلي قادر باش يبعث في اللاعبين الحماس هذا ويلعبوا بأسلوب برغبه كبيره وبرشا رجوليه وبرشا كرينتا باش يوصلوا للهدف نتاعهم. وقت ما تفكر منتخب اكثر حاجه نفكر فيها لكونه الواحد لازم ينجح باش يخلي لكونه ثقه المسؤولين مع المدرب المحلي ديما تقعد متواصله، حتى في انا فرش اليوم ماتش في المنتخب مدرب محلي. هذا بالنسبه لي انا تحدي كبير. وقت تجيك امكانيه باش تتعاقد مع مدرب عالمي، مع مدرب اللي عنده سي في كبير، مدرب درب منتخبات كبيره او فرق كبيره، اكيد هذا باش يعطي اضافه للمنتخب ويعطي اضافه للتطوير خاصه اللاعبين بصفه عامه وعقليتهم. لكن في الاكيد انا مقتنع ان كان اضافه المدرب المحلي اكثر بكثير من المدرب الاجنبي. كابتن منذر انا بشكرك جدا جدا على تواجدك معنا، شكرا جزيلا كابتن منذر الكباير المدير الفني للمنتخب التونسي. زي ما حضراتكم شايفين علي معلول بيلاقي كل الدعم من الجميع، من جمهور النادي الاهلي، من اداره النادي الاهلي، من الجهاز الفني للنادي الاهلي، من الجهاز الفني لمنتخب تونس. زي ما حضراتكم سامعين حاجه جميله جدا جدا جدا. ده في علي بس، تخيل حضرتك بقى محمد الشناوي، تخيل حضرتك بقى مجدي قفشه، تخيل حضرتك شريف، الناس دي اللعيبه دي بكره ان شاء الله انا متاكد اللي هيلعب فيهم، انا ما اعرفش لسه مين اللي هيلعب بكره ان شاء الله الساعه 9 هنعرف، ما نعرفش الا مين اللي هيلعب. انا متاكد النتيجه دي بتاعت ربنا بالمناسبه، محدش يقول لي احنا هنكسب بكره، ان شاء الله نكسب وكل حاجه، ولكن احنا عندنا نتيجتين بكره، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله نتغلب وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب، دول النتيجتين اللي بكره. لكن اللاعبين قدامهم حاجه واحده بس، بذل اقصى مجهود جوه الملعب، بذل اقصى مجهود جوه الملعب علشان ربنا يكرمك بكره وتقدر تكسب في هذه المباراه. لو لا قدر الله حصل حاجه تانية صدقوني انا بقول للاعيبه الكلام ده، صدقوني كل جمهور النادي الاهلي هيسقف لكم. ولكن امتى؟ امتى؟ لما تبقى بذلت كل مجهود علشان تكسب هذه المباراه بكل الطرق المشروعة رياضيا يعني. إن شاء الله يكون الحكم موفق بكرة، حكم زي ما قلنا لحضراتكم عندنا كلام برضو هنتكلم فيه عن الحكم، ولكن بشكل عام المباراة بكرة مباراة كبيرة جدا، مباراة الأهلي والزمالك دائما زي ما حضراتكم سامعين من المدير الفني للمنتخب التونسي بيتكلم عن هذه المباراة إزاي، العالم كله العالم العربي كله بيتابع هذه المباراة، وبالتالي إن شاء الله 2500 مشجع أهلاوي يكونوا موجودين بكرة كأنهم 250 ألف كلهم بيحملوا صوت الأهلوية اللي موجودين برة، هيشجعوا كل واحد لغاية آخر ثانية زي ما متعودين دايما. امبارح بعد ما خلص برنامج البيت الكبير اتفرجنا على مباراة الأهلي والزمالك 4-3 في 2007، مباراة تاريخية الحقيقة، حلوة في كل حاجة، مباراة بالكامل. يعني أنا بعد ما خلصت طلعت وقفت برة قعدت أتفرج على المباراة قدام التلفزيون اللي بره، قعدت اتفرج على المباراه من كتر حلاوه اللاعبين، من كتر القتال اللي كان بيحصل من الاهلاويه وقد ايه شفت الجمهور كان عامل ازاي. عايزين نرجع الجمهور ده مره ثانيه لان الجمهور ده له دور كبير جدا جدا جدا. عوده النادي الاهلي في هذه المباراه تحديدا سببها جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في كل الاستاد. افتكروا كده، أو لو الكاميرا جابت لكم الجمهور من بعيد، الجمهور الأهلي ضعف أي جمهور تاني،
جمهور الاهلي كان ضعف اي جمهور تاني في هذه المباراه. حاجه كانت رائعه الحقيقه، والواحد كان تعبان او حاجه بيموت نفسه بيحاول يطلع من جواه اكتر علشان يكسب هذه المباراه. ده انا بتكلم على 2007 امبارح، المباراه الحقيقه الواحد هو بيتفرج عليها، والنهارده وبكره هتلاقوا مباريات كثيره موجوده على شاشه قناه النادي الاهلي فيما يخص مباريات الكاس ونهائيات الكاس. فبالتالي كانت مباراة حلوة جدا، ده اللي احنا عايزين نشوفه بكرة، القتال في كل مباراة، القتال في كل دقيقة، القتال في كل كورة، القتال اللي يخليني أقدر أكسب هذه المباراة. لعيب زي حسام حسن أكيد ورقة رابحة، أكيد كلنا متفائلين من بعد ما سجل هدفه في بيراميدز في كأس مصر. هو وكل لعيبة النادي الأهلي عليهم دور كبير بكرة إن شاء الله لإسعاد جمهور النادي الأهلي. أول تقريرنا النهاردة هتبقى عن حسام حسن، حسام حسن تقرير هام جدا فيما يخص حسام حسن، ان شاء الله يكون له دور، لو لعب بكره يكون له دور مع النادي الاهلي في الفوز بهذه البطوله واسعاد جمهور النادي الاهلي. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن حسام حسن ونرجع تاني. ان شاء الله الافضل زي ما كانت البدايه في مباراه بيراميدز في كاس مصر، ان شاء الله تكون بدايه جيده لحسام بكره ان شاء الله اذا كان هيلعب هذه المباراه. انا ما بتكلم بشكل عام مين هيلعب ومين ما هيلعبش، عشان ما حدش ياخد من الكلام ده ويقول ان حسام حسن هيلعب. انا والله لا اعلم شيء، ما اعرفش مين اللي هيلعب بكره وما حاولتش اعرف، لان انا في النهايه عندي 30 او 35 لعيب كلهم اللي هيلعب بيه ريكاردو سوارش انا في ظهره بكره، اللي هيلعب بيه ريكاردو سوارش ال11 اللي هيلعبوا كلنا هنكون في ظهرهم، كلنا كجمهور النادي الاهلي. هو جمهور النادي الاهلي كده بالمناسبه للي ما يعرفش هذا الامر من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لازم تبقى عارف جمهور النادي الاهلي متاكد ان اي 11 بكره هيلعبوا، اي 11 يختارهم ريكاردو سواريش ان شاء الله هيكون لهم دور مهم ويقدروا يبذلوا اقصى مجهود عشان نقدر نكسب هذه المباراه. عشان كده قلت في بدايه الحلقه عنوان هذه الحلقه مش هنخرج عن التركيز، ولا احنا ولا جمهور النادي الاهلي ولا لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه بكره. ياسر ابراهيم من اللعيبه اللي كان عندها صبر. اول ما جه النادي الاهلي الحقيقه تعرض لبعض الانتقادات اللي كانت بتطول خلال الفتره الاولى الخمس ست سبع ثمان عشر ماتشات الاولى، ولكن بعد كده الحقيقه ياسر قدر يحجز مكانه بصبر وقوه، وقدر ان هو يحجز مكانه مع النادي الاهلي في التشكيله الرئيسيه وكمان مع منتخب مصر. اكيد لعيب زي ده له مكانه كبيره عند جمهور النادي الاهلي. نطلع نشوف تقرير عن ياسر ابراهيم ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحقيقه لو حبينا ننظر الى لعيبه النادي الاهلي خلال هذه الفتره عليهم ضغط كبير جدا، ضغط فني وبدني وذهني زي ما قلت لحضراتكم. 150 مباراه في سنتين، اقل من سنتين بشهر او بشهرين، 150 مباراه، يعني بمعدل 75 مباراه في الموسم الواحد بما فيهم المباريات الدوليه. يعني انا اقصد عشان البعض من لا يشجع الاهلي بياخدوا الكلام ده ويقولوا ان هو لا، انا بتكلم فيما يخص ايضا المباريات المحليه والافريقيه وايضا المباريات الدوليه مع منتخب مصر. 150 مباراه لعبهم لعيبه النادي الاهلي خلال هذه الفتره، كل سنه بلعب 75 مباراه، كتير قوي 75 مباراه، ده عدد كبير جدا. وخلي بال حضرتك انا بلعب في النادي الاهلي ومنتخب مصر. النادي الاهلي غرضه الرئيسي دائما في كل البطولات حتى لو بطوله وديه ان هو يكسب، وبالتالي ده بيبقى ضغط ذهني ونفسي وبدني كبير جدا على اللاعب. على الجانب الاخر منتخب مصر ووصول منتخب مصر الى النهائي في بطوله الامم الافريقيه وايضا النهائي في بطوله تصفيات كاس العالم، وبالتالي كان كل ده حاطط ضغط لعيبه النادي الاهلي، عمرو السوليه وحمدي فتحي وياسر ابراهيم اللي كنا بنتكلم عنه وايمن اشرف اللي اتكلمنا عنه ومحمد الشناوي وبقيه اللاعبين اللي موجودين، السوليه وكل اللاعبين اللي موجودين مع منتخب مصر خلال الفتره اللي فاتت ومع النادي الاهلي. يعني انا لو حضراتكم تتذكروا في كاس العالم للانديه لعبنا اولى المباريات بدون 8 لاعبين او 7 لاعبين، لعبنا المباراة الثانية اللعيبة جت قبل المباراة ب 24 ساعة، ب 24 ساعة ولعبت المباراة الثانية على طول.
وعندنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين عدد كبير من الإصابات، يعني يمكن محمد هاني اللي تم الإعلان عن تواجده خلال الفترة أو خلال المباراة القادمة، مباراة بكرة إن شاء الله، وبقية اللاعبين يعني عندك بيرسيتا وعندك ميكيسوني، عندك طبعا عمار وطبعا أكرم وطبعا بقية اللاعبين اللي موجودين، كل دول هيبقوا خارج هذه المباراة. تخيل لو اللعيبة دي معاك كمان، خد بال حضرتك للمرة الثانية، كل ما يقال على أن فريق نادي الزمالك فريق واقع، هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام الغرض منه أن أنا أبوظ، خد بال حضرتك من الكلام، لأنه الأخبار اللي طالعة خلال هذه الفترة يقول لك أصل ده مصاب، أصل هو ما خدش مش عارف مين، أنا مالي؟ نادي الزمالك له مدير فني يختار اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه ويحلل، احنا نحلل اللي هو بيقوله، لكن في النهايه من المفترض، يعني احنا عندنا في النادي الاهلي مثلا من المفترض ان انا اي لعيب في النادي الاهلي بيلعب بيبقى له دور، ودور مهم. فمحدش يقول ان نادي الزمالك ده نادي واقع وان انا هكسب بكره والموضوع سهل، مفيش الكلام ده. الكلام ده كلام غير صحيح، هم بيحاولوا يرموها علشان الدنيا تهدى شويه، عشان الدنيا تهدى شويه. شايفين حماس جمهور النادي الاهلي بيحمس اللاعبين بشده، يعني انا وانا بتكلم مع بعض اللاعبين قد ايه اللعيبه دي بجد والله نفسها تعمل اي حاجه، بس انا كنت بحاول الحقيقه اخرجهم من الضغط، لانه الضغط ده صدقوني الضغط ده بيمثل بيخلي رجلك مش قادر تشيلها في الملعب، الضغط الذهني والعصبي بيخليك تعبان. خلي بالكم انا كمان ايضا الجزء الثاني من هذه الحلقه هيكون معايا نجم كبير ولعب ياما، لعب مباريات قمه وجاب جون جامد قوي قوي في احدى مباريات القمه، النجم الكبير الكابتن معتز اينو هيكون معايا، هنتكلم في امور فنيه وايه المباريات اللي لعبها اللي بتفكروا بمثل هذه المباراه. اينو قضى وقت جيد مع النادي الاهلي وخد بطولات كثيره مع النادي الاهلي، وبالتالي هيقول لنا ويشرح لنا برضه وجهه نظره في هذه الامور. مش عايز حضراتكم تخرجوا بره الدعم والمسانده، اللي يلعب يلعب، اللي يلعب يلعب، زياد طارق زيه زي احمد عبد القادر، زيه زي بيرسي تاو، زيه زي حتى المصابين طاهر محمد طاهر وحسين الشحات. صحيح ده انا نسيت اقول على طاهر محمد طاهر وحسين الشحات في المصابين، حتى المصابين كله هيبقى متواجد علشان يدعم النادي الاهلي بكره. عايزين 11 راجل في الملعب، مش عايزين حاجه تانية. بعد كده النتيجة دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. النتيجة دي معروفة من دلوقتي مين اللي هيكسب، عند ربنا فوق معروف مين اللي هيكسب، ولكن القتال الدفاع عن اسم النادي الأهلي واسم وشعار النادي الأهلي يبدأ من بكرة إن شاء الله. اللي فات فات. اللي فات فات. ويجب على كل لعيبة النادي الأهلي احترام المنافس. شيء مهم جدا جدا جدا. يجب أن يكون ده واضح للجميع. بس ما تنساش حاجة واحدة، إن أنت النادي الأهلي ما تنساش إن أنت لابس الفانيلا الحمراء. الفانيلا الحمراء دي بتخوف. يعني معلش يعني اسمعوا كلامي في النقط دي شوية. الفانيلا الحمراء دي صدقوني بتخوف. مجرد بس كده اللون ده من بعيد كده يخليهم يقلقوا. فشدوا حيلكم، بكرة مباراة صعبة، مباراة كلنا بننتظرها. مش علشان زي ما قلت لحضراتكم، انا اسف ان كل شويه بقى اكرر هذا الامر، والله المكسب او الخساره دي بتاعت ربنا، ولكن بذل المجهود ده اللي يخلينا كلنا نقعد نسقف، كلنا نقعد نبقى فرحانين بلاعيبتنا وفرحانين ان هم هيكسبوا. وننسى ماتش بيراميدز ده خالص، وننسى ماتش فيوتشر. خلينا نبدا من مباراه الزمالك بكره ان شاء الله. كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله كلنا في ظهركم، اللي يلعب يلعب وربنا يكرمنا وكل الامور تسير بشكل جيد ان شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن اخبارنا، اخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين.
أول أخبارنا النهاردة الأهلي يحدد موقفه من القضايا المثارة على الساحة الرياضية. نظرا لما تشهده الساحة الرياضية في الوقت الحالي من قضايا وملفات عديدة تتداولها وسائل الإعلام والنادي الأهلي دائما طرفا فيها، ولأن البعض لم يتناول موقف النادي وحقوقه بالشكل الصحيح، وأن هناك أمور تحتاج إلى توضيح وأخرى تستوجب وضع النقاط فوق الحروف، تتجه أمام الرأي العام النية لدى النادي للتحدث والرد خلال الأيام القليلة المقبلة بخصوص كافة هذه القضايا وتحديد الموقف منها وكل ما يخص النادي وملفاته الرياضية وقطاعاته المختلفة. اتحاد كرة القدم يقدم روي فيتوريا. النهاردة كان المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني روي فيتوريا، والذي تعاقد معه اتحاد كرة القدم لمدة 4 سنوات. إيه اللي حصل في هذا المؤتمر؟ نطلع نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اولا الف شكر للجميع، لكل الناس اللي هنا بوشتارينكا. طبعا جينا وصلنا. obrigado obrigado a toda a comunicação social. اشكر بوشتار aqui كل الهيئات اللي موجوده هنا. التصوير para mim é um prazer ver esta sala. بالنسبه لي ده فخر كبير ان انا اكون موجود com esta dimensão e cheia de مع الجميل المليان بالشباب. meu primeiro dia في أول يوم ليا، وطبعا احنا ممكن نمسك ونطلع بمصر لأحسن حاجة في العالم. هنتكلم بالراحة شوية علشان نقدر نفهم بعض. Para mim é uma honra e é um privilégio estar aqui. بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا، وإن أنا فخور إن أنا موجود هنا. Agradeço o convite. بشكر طبعا. E sou muito grato. ان انتوا قلتوا لي ان انا لازم اجي، وانا مبسوط جدا. السيد عازم امان، ومبسوط جدا من كابتن حازم، ومبسوط ان انا اتعاملت مع حد كويس جدا زي كابتن حازم. na forma como transmitiu as ideias e como بالطريقه اللي قدر يوصل لي الطريقه والرساله. demonstrou que queria que nós viéssemos para cá. وقدر يوصف لي المشروع ان احنا نقدر نيجي هنا مصر. Estou muito grato por isso. أشكركم جدا على كده. E venho com uma enorme ambição, com a noção clara que estou à frente de país que adora futebol. وأكبر حاجة بالنسبة لي إن ده تحدي كبير جدا، إن أنا هاجي لبلد بيحبوا جدا كرة القدم. Que respira futebol. بيتنفسوا كرة قدم. Milhões e milhões de pessoas que vão estar de olho em nós. ملايين ملايين من الناس اللي هيقدروا يدعمونا. Mas como em todos os projetos onde eu entro. بس طبعا زي كل البرامج اللي احنا بندخل فيها. Faço sempre com enorme paixão. في المشاريع دايما بنشتغل بكل ما احسن معنى. E com enorme profissionalismo. وبكل البروفيشناليتي وبكل الشفافيه. Porque essa foi a imagem de marca desde que eu comecei a treinar. الايمج بتاعتنا او الصوره الكبيره بتاعتنا، وهي ديت الماركه المسجله بتاعتنا. احنا ازاي مش فقط ان احنا ندرب. Tenha noção clara do que é que vamos ter nos próximos 4 anos. عندنا ميشن، عندنا طريق، الطريق دوت ظاهر ان احنا لازم نوصل لحاجه كويسه. Desafios difíceis, mas muito aliciantes. تحديات صعبه مظبوط، بس كلهم نقدر نسهلهم. E o que eu vos quero dizer para terminar esta primeira intervenção? واللي انا عايز اقوله في اخر كلمتي. É que eu vou ser a partir de hoje, já fui antes deste momento. اني هكون من النهارده ومن قبل كده. A partir de hoje. من النهارده. Um egípcio no meio de vós. مصري منكم. Irei ser o primeiro que quer que venham todos atrás de mim. وهكون محتاج ان كل المصريين يكونوا ورايا. Tenho noção que para se conquistar alguma coisa na vida. أنا عندي أمل إن أنا دايما لازم أوصل لنقطة في حياتي. Nunca trabalhamos sozinhos.
ما فيش حد بيقدر يشتغل لوحده. اي بورتانت مايس دو كفير اكي مرسوت فورا. وطبعا كشخص من بره البلد يوصل لهنا يوسري اوند فوش هكون واحد منكم. اكيلو كي بريتنديمز اك تو جونتش. وكل اللي انا بامله ان احنا كلنا نكون ايد واحده علشان نوصل للنقطه اللي احنا دايما محتاجينها. مش تو جونتش بس كلنا كي ورجولو. لازم كلنا نكون مبسوطين، لازم كلنا نكون فخورين ان احنا مصريين، ان احنا بنمثل بلدنا بطريقه كويسه، بطريقه حلوه، بكواليتي كويسه. بوركي كيل كواش كناش ديفيمش فازير. لان هو دوت اللي انا اظن ان احنا لازم كلنا ايد واحده نعمل. اوبريغاد بولا ريسبسيون. اشكركم جدا للريسبشن الجميل. رمز اترابال كي كيل كي غار انتريس. ويلا بينا نشتغل علشان نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. حياتي لكل قناة طبعا النادي الأهلي، وزي ما قلت في المؤتمر مش حازم، بس يعني أنا عشان نعمل كده المجلس كله في ظهري، والمجلس كله هو اللي بيشتغل، مفيش حاجة حد بيعملها لوحده لولا دعم الأستاذ جمال والمجلس كله بالكامل، خالد براندالي وكل المجلس. بصراحة ما كنتش هنعرف نوصل للمرحلة دي، إن مرحلة صعبة من التفاوض مع مدرب كبير، فالحمد لله إن ربنا وفقنا. المهم بقى إن شاء الله نبتدي كلنا في ظهر الراجل، و المسانده ما تبقاش بس كلام، يعني المسانده اكيد هنقع في الاول وهنعمل شويه، لازم هيبقى فيها ما فيش حاجه سهله يعني. فاحنا زي ما قلت 4 سنين دي اول مره نعملها في تاريخ يمكن مصر اعتقد، يعني بتعمل عدد 4 سنين، فاحنا مهلنا معاه وان شاء الله يطور وان شاء الله يحسن وان شاء الله يزود، فده اللي نتمناه باذن الله ان شاء الله. معانا هتفرق جدا طبعا، اكبر ناديين في مصر مسكنهم مدربين كبار مع نفس الجنسيه، هتفرق جدا معاه هو انه يبتدي يتكلم. اكيد هيروح هنا وهيروح هنا وهيقعد مع الناس وهيفهم العقليه اللعيبه ازاي من المدربين الموجودين، فطبعا اكيد هتفرق بشكل كبير طبعا. يعني هيبقى غالبا مدرب مصري، لازم يبقى في الجهاز حد مصري. هو ما عندوش اي راجل، ما عندوش اي مشاكل طبعا في الحته دي، ان هو لازم يعرف ان هو عارف ان لازم هيبقى معانا ناس حتى تقول له اللعيبه ازاي شكلها عامل ازاي الاتيتيود بتاعها عامل ازاي، فربنا يوفقهم ان شاء الله. شوقي كان موجود طبعا معانا واسم طبعا كبير جدا، لكن هنشوف مع المجلس كله وربنا يولي الاصلح ان شاء الله. يعني لسه برضو هنشوفه برضو الفتره الجايه، كل ده هيبقى على 1/8 لما الراجل يجي تاني او لما يبتدي بقى يشتغل شغله بجد، هيبتدي كل حاجه ان شاء الله تبان. يعني توقعات، لكن الملف ده مع كابتن محمد بركات كابتننا الكبير، وهو اللي بيعمل التقييم وهيقدم لنا ان شاء الله كل حاجه يعني في اقرب وقت باذن الله. نتمنى ذلك يعني. بص يعني ما فيش حاجه في الكوره، يعني الكوره ما فيهاش 1+1=2، يعني بتعمل كل حاجه وممكن واحد يحط لك في العارضه ده يحل الماتش كله، لكن بنجتهد وربنا يا رب يطلع مجهودنا حلو وكويس وصحيح. بركات نجم كبير جدا جدا، شخصيه قياديه وشخصيه فنيه رائعه، واتمنى ان شاء الله ان احنا انا وهو نعمل حاجه مع ما هو زي ما قلت لك، ما فيش حاجه بنعملها لوحدنا، كلنا مع الناس كلها. الحقيقه مؤتمر صحفي جيد جدا يخص المدير الفني لمنتخبنا الوطني روي فيتوريا، نتمنى له يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. فيما يخص موضوع الاستاذ جمال علام اتكلم عن مدير المنتخب، ما اعرفش الموضوع ده جاهز معاكم يا شباب ولا ما جاهز؟ طب ممكن تعرضه لنا بس وبعدين نرجع نتكلم. اتفضل. معايا في الموجودين في الكابتن حازم والكابتن بركات، فالنهارده يعني الاستعانة بنجوم تاني اكتر من كده، فانا عندي نجوم مع احترام لكل النجوم اللي معانا، فانا معايا كابتن حازم وكابتن بركات، هم اساسا موجودين معايا في المنتخب. طيب وهل تم الاستقرار على اسم مدير المنتخب؟ لا، من خارج الاثنين مفيش حد، مفيش يعني لا مش هيبقى موجود اساسا المنصب. لا لا حد فاهم حاجه؟ الاستاذ جمال يعني طبعا صديقنا واخونا الكبير مفيش مشكله، ولكن يعني يا استاذ جمال حد بيسال منصب مدير المنتخب موجود ولا مش موجود؟ السؤال كان رده سهل، يا يا لا. لو وحضرتك لسه ما اخترتش اوكي حقك مفيش مشكله، ولو لا يبقى لا حقك برده مفيش مشكله، لكن ايه اللي جاب حازم وبركات ومعانا نجوم كفايه فمش عايزين نجوم زياده؟ ما فهمتش الحقيقه هذا الكلام. وبعدين ما تخلي النجوم تكتر يا استاذ جمال، هيحصل ايه يعني؟ مش هيحصل حاجه يعني. يعني الكابتن وائل جمعه كان في هذا المكان واضاف لهذا المكان، كابتن بركات كان قبله كان في هذا المكان واضاف لهذا المكان، والمكان احنا اللعيبه دي كلها او الناس دي كلها تحت علم مصر مفيش اي مشكله،
لكن وجودهم مع المنتخب فترات طويله عارفين الدنيا ماشيه ازاي برضه. قبلهم كان الكابتن احمد حسن موجود نفس الكلام. فالحقيقه يعني انا استغربت جدا او علامه استفهام بالنسبه لي الكلام اللي قاله الاستاذ جمال علام. ما هو لو موجود اوكي قول انا موجود، هذا المنصب موجود، لو مش موجود قول مش موجود، ما حدش هيقول لك حاجه، ما حدش هيعمل معاك اي حاجه يعني. فعموما ما اعرفش تمام يعني، يمكن الواحد خلال الفتره القادمه هنفهم هل اذا هل ده ممكن ان احنا نشوف مدير للمنتخب، ولا المنصب ده اتلغى، ولا بقى هناك منصب بشكل حاجه تاني. على حسب معلوماتي انا في مدير للمنتخب هيكون موجود خلال الفتره اللي جايه، ما نشوف. الاستاذ جمال علام ايضا قال لا يوجد خلاف مع كيروش ونصوت له في جائزه الافضل. طيب ده حاجه خاصه بينا، ولا بوميل ولا جاريدو هيكونوا للمنتخب الاولمبي. المدير الفني للمنتخب الاولمبي كابتن بركات مع كابتن حازم ماسكين هذا الملف، وبالتالي اللي انا عارفه من مصادرنا ان جاريدو وبوميل خارج حسابات المنتخب الاولمبي خلال الفتره القادمه، برغم ان انتشر اسمهم طوال الاسبوع اللي فات بالكامل. هناك مدرب برازيلي ومدرب برتغالي، مدرب برازيلي ومدرب برتغالي، هنقول لحضراتكم على اساميهم خلال الفترة القادمة. وبالمناسبة يعني هم مصرين كابتن حازم وكابتن بركات، وأقرب أن هو يختار الكابتن بركات أو يكون هو اللي عليه الدور في اختيار المدير الفني. كابتن بركات غالبا هيختار يا برازيلي يا برتغالي، عشان يبقى مدرسة واحدة ما بين المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي. في الغالب هيبقى برتغالي ويجي في المرتبة الثانية البرازيلي. طيب خلينا بقى نروح أيضا لآخر خبر معانا، اعتماد التعاقد مع خبراء أجانب لفرق الرجال والسيدات. كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي قال إن مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على تعيين مدير فني أجنبي لفريق الجمباز للرجال ومديرة فنية أجنبية لفرق السيدات بناء على رؤية الجهاز الفني لقطاع الجمباز برئاسة الدكتور محمد فؤاد، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الأوكراني إيجور كروبتشينسكي لتولي منصب المدير الفني للرجال الجمباز في ظل خبرته الكبيرة، حيث يملك سيرة ذاتية قوية بعدما عمل مديرا فنيا للمنتخبات القومية في أوكرانيا ورئيسا للاتحاد الأوكراني للجمباز خلال الفترة من 2001 ل 2016، بخلاف شغله لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوروبي للجمباز وعمله كأحد مستشاري الاتحاد الدولي للعبة وحصوله على وسام رئيس أوكرانيا للإنجازات الرياضية. وتم الاتفاق مع الأوكرانية إينا كروبتشينسكي لتولي منصب المدير الفني للسيدات أو المدير الفني للسيدات، حيث تملك خبرات كبيرة بعدما قامت بتدريب المنتخب الأوكراني خلال الفترة من 96 حتى 2006 وقادته للفوز بالمركز الأول وذهبية الفرق لبطولة أوروبا حتى عام 98، كما توجت بالمركز الأول على مستوى الفريق في بطولة أوروبا لعام 2006 إلى جانب تحقيق المركز الأول في العدد من البطولات كأس العالم خلال الفترة من 2009 حتى 2014. كل التوفيق للنادي الأهلي وقطاعاته المختلفة خلال هذه الفترة. قبل بس ما أطلع فاصل واستقبل كابتن معتز إينو، الحقيقة ألف سلامة طبعا للصديق العزيز والأخ الغالي الحقيقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عرفنا من شويه ان هو جاله كورونا، ان شاء الله يقوم منها سالما ويرجع لشغله خلال الفتره السابقه. الحقيقه عامل شغل كتير جدا 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 الدكتور اشرف صبحي، فالف سلامه عليك يا دكتور وان شاء الله ترجع بالف الف سلامه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن معتز إينو كيف يرى مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك او ديربي الاهلي والزمالك في نهائي الكاس ل2021. كلام كتير وكلام مهم جدا مع النجم الكبير كابتن معتز إينو بعد هذا الفاصل. من المباراة لتنهي على كل الآمال الزمالك ولبست يا إينو
لبست اهي. على راي كابتن مدحت لبست اهي. ازيك يا ايني؟ وحشنا كابتن. تشرف ومنور. مشرف يعني بتشرف اللي انا موجود مع حضرتك حبيبي. طبعا وكل سنه وانت طيب. انت طيب يا حبيبي. وسعيد اكتر لما موجود في بيتنا الكبير طبعا وقناه النادي الاهلي ده البيت الكبير بتاعنا كلنا طبعا. فببقى مبسوط جدا لما موجود هنا طبعا وببقى مبسوط اللي انا ببقى معاك يا كابتن حبيبي. اينو عايز ابدا معاك الجون ده لو فاكره ايه اللي حصل فيه. لا هو الجون ده ما يعني ما يتنسيش طول العمر. انت عارف دايما كنت راجع من اصابه على ما كنت راجع من اصابه صح؟ ومستر مانو الجزئي كان بقى لي فتره ومستر مانو يعني فضل اللي هو ما لعبنيش بدري من اول مباراه ونزلت في الاخر والحمد لله ربنا كرمني. اول مباراه ليك؟ لا لا لا, لا الناس كانت فاكره ان دي اول قمه ليا بعد ما جيت النادي الاهلي من الزمالك لكن انا لعبت قبلها مباريات اهلي كتير والمباراه دي بقى هي اللي في الاذهان. انت عارف يا كابتن دايما ماتشات الاهلي والزمالك هي اللي بتفضل عند الناس في الذاكره يعني ما بتتنسيش وخصوصا اللعيب اللي بيجيب هدف. الوطن العربي كله بيتفرج على المباراه دي مباراه قمه فريقين كبار فطبيعي الناس كلها دايما بتفتكر الاهداف بتاعت مباراه القمه يعني فانا كنت من اللعيبه المحظوظه اللي الحمد لله ربنا كرمني وجبت في يوم من الايام هدف وكان هدف حلو وببطوله كان السوبر المصري فلحد دلوقتي والله وانا ماشي دايما في اي حته الناس ما بتنساش يعني. طبعا بس اتمنى للناس بقى دلوقتي لسه كنا بنتكلم قبل الهوا اللي اللعيبه دلوقتي تشوط يعني الواحد بيبقى حزين لما كابتن اسلام بتقعد تتفرج على 90 دقيقه واللعيبه ما بتشوطش والواحد كان دايما بيدور على فرصه. الكره دي صعبه الحاجات اللي بتبقى على الطاير دي بتبقى صعب. اصعب من لما الكره بتبقى على الارض طبعًا. لكن انا بتكلم على التسديد بشكل عام انت بتقعد 90 دقيقه ما فيش واحد حتى بيشوط شوطه وهي بتبقى موهبه من عند ربنا لكن يمكن انا قلتها قبل كده اللي من ساعه اينو وحسني عبد ربه وما بطلوا ما حدش بيشوط خلاص كان الاول لازم في كل نادي او في كل فريق تلاقي واحد بيشوط كويس او رجله تقيله دايما المدير الفني بتاع الفرق الثانيه بيبقى حتى في المحاضره بيبقى عامل حسابه لازم يبقى فيه رقابه مثلا على فلان او كده عشان ما يسددش من بعيد دلوقتي بتقعد تتفرج المباراه كامله ما حدش بيشوط رغم اللي فيه ماتشات كتيره ممكن تخلص من تسديده يعني تفك التكتل الدفاعي بتاع الفرقه الثانيه فده حل من الحلول اللي هو يخلص مباراه ومع ذلك بتحس اللعيبه قليل جدا لما بتشوط طيب داخل النادي الاهلي او خلال هذه الفتره مين اللي ممكن يعمل كده بكره في مباراه بكره يعني وجهه نظرك يعني السولية عمرو السولية بيشوط بس على فترات قفشه لما بتجيله فرصه بيشوط بس هو عايز يعني يركز يوجه رجله بس يعني في دايما لعيبه بتشوط وخلاص لا انا لما بشوط بوجه رجلي حتى دايما تلاقي المذيع او يقول لك ده رجله مظبوطه صح. فالشوط ده انواع ما في واحد اسهل حاجه اللي انا اشوط الكوره وخلاص وبتطلع تخبط في الساعه زي ما بتيجي لكن انك تشوط وتوجه ده الاصعب أوكي. فهي بتبقى في الاول وفي الاخر موهبه من عند ربنا وانت كابتن اسلام كنت موجود وعارف ان مستر مانو دايما كان بيركز على الحاجات دي بعد التمرين مظبوط لما بيشوف مثلا انا عندي لعيب مثلا بيسدد كويس كان دايما ياخدنا بعد التمرين لما تشوط 10 15 كوره بعد التدريب بحيث لما تجيلك في المباراه بتبقى انت متمرن عليها فاتمنى بكره ان احنا نشوف قفشه يشوط ديانج يشوط السوليه يشوط يعني دايما لعيب نص الملعب عشان بيبقى جاي من تحت مش مراقب وبعدين بتلاقي الجون مفتوح قدامه فانت بيبقى عندك مرونه او سهوله انك تسدد بس هل اختيار الموضوع الشوط نفسه ده اصعب صعب طبعا صعب بس هو اللي مش متعود عليه بيبقى صعب بالنسبه له لكن احنا كنا الحمد لله وانا عشان كنت بحب دايما الشوط وبسدد من بعيد وحتى انا كل اهدافي كلها من بعيد فانا عشان كنت بحب التسديد والحمد لله كان ربنا بيوفقني وبجيب اهداف كتيره منها فانا كان بالنسبه لي الموضوع عادي كنت ما بصدق اتلايم على كوره دلوقتي بتبقى بتتفرج بتتجنن الكوره على ال 18 ومتوضبه ومتصلحه وعلى طبق من ذهب زي ما بيقولوا وتلاقي اللعيب يروح مباصي طب انت خايف ليه؟ شوت ما تشوت يمكن يعني تلبس معاك بلغه الكوره وتصيط نفسك ما هو التصويب ده كابتن اسلام تصيط في الاول وفي الاخر اللي نفعني من هاف ديفندر مش كلها هاف ديفندر بتشوط نعم اللي خلى اسم حسني عبد ربه كبير اللي هو احرز اهداف كتير صح مع انه هو مش راس حربه مش فرود لكن بيسدد كتير
معتز زينو علم في دماغ الناس عشان كل اهدافي من بعيد. فالناس خدت اللي انت دايما تشوط. فالحاجات دي بتصيط اللعب. فليه اللعيبه دلوقتي ما بتشوطش؟ هو ده السؤال. طيب رؤيتك الفنيه، ابدا معاك على طول، رؤيتك الفنيه لمباراه بكره؟ مباراه كبيره، احسن فرقتين في افريقيا، الوطن العربي كله بيتفرج عليها. كنت اتمنى ان الاستاد يبقى مليان 100,000، هو اللي بيدي المباراه يعني شكل وطعم الجمهور. لكن ان شاء الله نتفرج على مباراه كبيره. يعني اتمنى ان النادي الاهلي بكره يبقى في حالته، اللعيبه تبقى مركزه خصوصا بعد الخساره اللي فاتت. لكن انا عارف ومجرب ان لعيبه النادي الاهلي لما بتركز، ويعني بعد هقول مطب او الدروب اللي فات بتاع المباراه بتاعت بيراميدز، اعتقد ان هم ان شاء الله هيبقوا مركزين، وهم قافلين على نفسهم الفتره اللي فاتت دي وفي المعسكر كمان. اهو ديانج شوط اهو، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. اللي انت لما بتشوط حتى لو شوط 2 3 4 على الاقل واحده فيهم هتيجي جون. فدايما اللعيبه تركز اللي هي دايما تشوط. فان شاء الله انا متوقع لعيبه النادي الاهلي بكره هيكونوا رجاله وهيفرحوا جمهورهم ان شاء الله. على الجانب الاخر بقى، نادي الزمالك، شايف نادي الزمالك ازاي خلال هذه نادي الزمالك بصراحه الفتره اللي فاتت دي ماشي بشكل كويس. والميزه كمان ان الراجل بيلعب كبير صغير كلهم عندهم هدف واحد هو المكسب. حتى لما بيبقوا متاخرين شويه، كلنا شفنا في مباراه المحله كان عندهم الشراسه الهجوميه اللي هم عايزين يكسبوا. فدي هي اللي بتميز نادي الزمالك السنه دي، اللي هو بينزل عنده هدف واحد بس هو المكسب. فعشان كده ربنا بيكرمهم، اللعيبه كلها مركزه، كبير صغير كل الناس، الراجل ما عندوش حد كبير ولا اسم ولا نجم. كلنا شفنا يوسف اسامه بينزل، سيف جعفر بينزل، اي حد بينزل بيأدي. فبصراحه عشان برضو نديهم حقهم، لا هم مركزين وماشيين بشكل كويس الفتره دي. فانا متوقع ان شاء الله اللي احنا هنشوف بكره مباراه كبيره تليق باسم الفرقتين. طيب الفترة الأخيرة تحديدا المباريات اللي خدها سواريش خلال الثلاث مباريات الأخيرة، هل تخليه يضع يده على أهم نقاط أو على نقاط القوة والضعف اللي موجودة في فريق الأهلي بنسبة كام في المية من وجهة نظرك؟ بص أعتقد يمكن الراجل، يمكن أنا قلت في أكتر من لقاء قبل كده، هو جه من الدار للنار يا كابتن. أوكي. هو يمكن كلنا أول مباراة شفنا حتى لسه مش حافظ أسماء اللعيبة، يعني هو جه قبلها ب 48 ساعة ولعب مباراة، كان حتى واقف على الخط بورقة مش عارف لسه الأسماء. نعم. فهو كل يوم بيزيد من اللي هو يتعرف على اللعيبة ويتعرف على الدوري المصري بشكل عام، ويحفظ اللعيبة ويحفظ كل لعيب بقى إيه مميزاته وإيه عيوبه، فهو واحدة واحدة هياخد على اللعيبة دي. أوكي. فإحنا عشان ما نحكمش عليه أو نتسرع في الحكم عليه، على الاقل نسيبه 10 مباريات وبعدين نحكم عليه. لكن كلنا شفنا في مباراه فيوتشر الناس كلها تفائلت بيه، الضغط، اللمسه الواحده، بيلعب لمسه ولعبه بالكتير، اللعيبه كلها كانت فايقه وفورمه في المباراه دي. فالناس متفائله مع الراجل. يعني البعض الاخر طبعا بعد مباراه بيراميدز لا مش هينفع، والراجل ده يمشي، والراجل ده لسه مش شايفين منه حاجه. احنا هنا يا كابتن اسلام عندنا بنتعامل بالقطعه. الجمهور دايما متسرع. فلو اينو كسب، خلي بالك جمهور النادي الاهلي مش ممكن يكون ألمس لهذا الكلام. يعني انا بتكلم بشكل عام. لكن لا، هو ده مش بشكل عام، يعني احنا هنا في مصر يا كابتن اينو كسب يبقى احسن مدرب في الدنيا. اينو خسر يبقى اوحش مدرب في الدنيا. لا بس انا بتكلم على النقطه دي تحديدا، هو كل ما قيل خلال هذه الفتره اللي فاتت عن ريكاردو سواريش معروف هو متقال من مين، حتى الاعلاميين اللي طالعين يقولوا هم معروف انتمائهم لنادي ايه وبيحبوا نادي ايه وبيكرهوا النادي. لكن اللي فاهم، بيقول اللي احنا بنقوله دلوقتي بالزبط. اللي هو لازم الراجل على الاقل 10 15 مباراه عشان ياخد على اللعيبه ويعرف مميزاتهم ايه، وواحده واحده اعتقد لما ياخد عليهم ويعرف كل واحد سماته ايه وبيمتاز بايه وكل واحد الحاله البدنيه بتاع اللعيب ايه، وخصوصا اللي اللعيبه كابتن دي ما بتريحش خالص. أوكي. انت داخل في الموسم الثالث على التوالي ما بتريحش. احنا الدوري الوحيد اللي في العالم كله شغال، الناس كلها اللي بيصيف واللي بيريح، وده طبيعي في لعيب كره القدم اللي هو لازم ياخد هدنه بعد الموسم. بعد موسم شاق انت بقالك 3 مواسم متتاليه ما بتريحش، فاللعيبه دي برضو مهلكه. وخصوصا اللي انت كمان هتنهي السنه دي في 30/8، وبعدين شويه هتروح داخل مش هتلحق شهر بالكتير، شهر ونص، وما بياخدوش كمان يا كابتن المده دي. فحرام برضو اللعيبه دي مجهده، اللعيبه دي برضو نفسها تريح، نفسها تسافر، نفسها تقضي وقت مع 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 اسرهم. فده طبيعي زي لعيبه اوروبا كلنا بنشوف في دلوقتي في الفتره دي. لازم ده طبيعي يعني. فاللي انا عايز اقوله للعيبه دي استهلكت يعني الفتره اللي فاتت،
لكن برضه هم رجاله وانا متوقع ان شاء الله ان هم يفوقوا تاني. الدوافع اللي يعملها سواريش عشان مباراه بكره، بما انك بتقول ان احنا نستنى 10 مباريات، لكن طيب انا بكره عندي مباراه نهائيه وامام نادي الزمالك، يعني ايه الدوافع اللي انا ممكن اعملها عشان اكسب هذه المباراه؟ الدوافع هو اعتقد يعني هو كمدير فني عايز ياخد بطوله مع النادي الاهلي. هو عارف قيمه النادي الاهلي ايه، واكيد الناس كلها مكلمينه قبل ما يجي مصر، وعارف النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا وعنده قاعده جماهيريه كبيره. خلي بالك برضه يا كابتن، هو لغايه دلوقتي ما لعبش في وسط 100,000، ما شافش جمهور الاهلي الحقيقي. صح. يعني ده لما يلعب مثلا نهائي افريقيا ولا ماتش قمه مثلا كبير بجمهور، هيشوف قيمه النادي الاهلي او هيشوف جمهور النادي الاهلي الحقيقي. هو كل ده ما شافش لسه الجمهور. فهو عايز ياخد بطوله، عايز يثبت نفسه. هو الراجل لسه برضه بقاله 3 ماتشات في مصر او لعبهم، فهو الراجل برضه عايز يثبت عند جمهور النادي الاهلي وعند الاعلام وعنده فهو برضه عايز يعمل حاجه لنفسه لذاته. فهيقول لك بالنسبه لي لما انا اخد بطوله انا لسه جاي، برضه دي يعني تحسب له. فهو رقم واحد هو مركز اللي هو عايز يعمل حاجه ليه اعتقد. فدي هتفرق معاه جدا في مشواره التدريبي مع النادي الاهلي. اوكي. فاتمنى ان شاء الله اللي هو بكره يكون موفق، ويكون يومه في التشكيل، في التغييرات، في كل حاجه. انا متوقع كمان ان اللعيبه بعد خساره بيراميدز اعتقد ان هم هيبقوا نازلين يعني هيجزوا على اسنانهم، وده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي. كلنا لعبنا في النادي الاهلي ومجربين، اللي انت لما في مباراه بقع فيها او بتعادل او بخسر، بتلاقي دايما النادي الاهلي بيعرف يقوم بسرعه. فلعيبه النادي الاهلي كلنا واثقين فيها ان شاء الله بكره يقدموا مباراه كبيره ويكسبوا. وزي ما بقول لك دي هتفرق كمان مع المدير الفني، هتدي له ثقه اكبر واكبر عند الجمهور. طبعا على الاقل هيعرف يشتغل الفتره الجايه بارتياحيه. طيب اللي من وجهه نظرك برضو خلال الايام اللي فاتت، اللي ممكن سواريش يركز عليه علشان مباراه بكره مع اللاعبين؟ اكيد هو طبعا هو الادرى واحد بالحاله بتاعتهم الفنيه والبدنيه، هيشوف نقاط القوه والضعف في نادي الزمالك. اكيد اتفرج على مباراه لنادي الزمالك من خلال كمان الثلاث مباريات اللي هو لعبهم مع النادي الاهلي، اكيد برضو حط ايده على بعض النقاط اللي يقدر يشتغل عليها. فاكيد هو برضو الراجل ومعاه فريق عمل كامل، ده برضو بيسهله حاجات كتيره جدا، سواء محل اداء او كل الناس دي بتساعده، فبتدي له معلومات كافيه بحيث اللي هو يعرف يشتغل. فانا متوقع بكره اللي هو هيبقى رقم واحد عنده لا بديل عن الفوز، وخصوصا لدي بطوله واول بطوله ليه هتكون مع النادي الاهلي. فانا زي ما بقول لك كابتن اسلام، هو رقم واحد بكره هينزل يكسب، وهيبقى ضاغط من اول دقيقه بحيث اللي هو على الاقل يبدر نادي الزمالك، ويبقى هو اللي هدف الاول. ضاغط من اول دقيقه ولا عشان حاله الاجهاد اللي موجوده، الاجهاد العام اللي احنا لما تلعب 75 مباراه طبعاً في الموسم، اعتقد ده عدد كبير، حاجة كبيرة جداً. ما بين دولي وافريقي ومحلي وكاسين. نعم وكاسين لا قصص كتيره يعني، لكن في النهايه 75 مباراه اعتقد كتير قوي ان هو يقدر يبقى ضاغط على الفريق الاخر من الزمالك يعني من بدري. هو كابتن لو عايز فعلا يكسب وعايز يبادر نادي الزمالك او يفاجئ نادي الزمالك من بدري، اعتقد ان هو هيلعب من فوق، هيلعب ضغط من فوق، ضغط عالي. وهو كمان عنده اللعيبه والامكانيات اللي هي تقدر تعمل دي، وكلنا شفنا في مباراه 5-3 مع نادي الزمالك، لما النادي الاهلي مع موسيماني ضغط من الاول، اعتقد اللي هو هدف وكسب 1-2. فالمباراه الاهلي والزمالك وحضرتك عارف يا كابتن ولعبت مباريات كتيره، دايما بتبقى مفتوحه. مزبوط. غير لما مثلا بلعب فرقه صغيره شويه، فبتلعب طبيعي على النادي الاهلي زوم من الاول، عارف قيمه النادي الاهلي. لكن مباراه الاهلي والزمالك دايما بتلاقي فيها مساحات. فاللعيبه بتلعب بارتياحيه، ما بيبقاش فيها الضغط اللي هو لما زي ما بلعب فرقه مثلا صغيره شويه. فاعتقد اللي هو لو عمل ضغط عالي من فوق من بدايه المباراه، ممكن اللي هو يحرز هدف بدري. يمكن بيقابله برضو سواريش سوء حظ خلال هذه الفتره باصابه حسين الشحات وباصابه طاهر، غير ان هو جاي على اصابه اكرم وعمار وكمان محمود وحيد ومحمود وحيد، عدد كبير من الاصابات، كيف يتعامل معها في ظل ضغط المباريات برضو؟ ما انت كل 3 4 ايام بتلعب مباراه. ما هو هيعمل ايه؟ هو جه على الوضع الحالي، فانت كمدير فني كبير وماسك نادي زي النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، لازم تتاقلم على الوضع اللي موجود. أوكي. هو ده امر واقع. بس حاجه تانية خالص بقى، اللي طول عمرنا عارفين النادي الاهلي عنده قايمه كبيره. ليه قايمه كبيره؟ عشان معروف الانديه الكبيره او النادي الاهلي بالذات بيلعب في كذا بطوله. مزبوط. فطبيعي ان انت بيبقى عندك يعني لعيبه كتيره جدا، فاي حد بيغيب واي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي طبيعي اللي هو بيأدي. وكلنا شفنا لما كوكا لعب ادى بشكل كويس، لما كريم فؤاد لعب ادى بشكل كويس، لما محمود وحيد لعب
بديل لعلي معلول ادى بشكل كويس. فالنادي الاهلي دايما مع احترامي مش بيقف على حد، لا النادي الاهلي ماشي في طريق معروف، هو عارف بيعمل ايه، فعنده لعيبه ايا كان مين اللي يلعب، لكن هو في الاول وفي الاخر انت اسمك النادي الاهلي. ايوه. فبغض النظر عن مين موجود او مين مش موجود. في نفس الوقت برضو وفي نفس الاطار، كيف يمكن ان يستفيد الجهاز الفني من للنادي الاهلي من خساره بيراميدز سواء نفسيا او فنيا؟ طبعا هي مباراه يعني تقيله ومباراه قمه، خصوصا يعني لا تقل اهميه عن نادي الزمالك، وخصوصا اللي بيراميدز في المنافسه وفي المنافسه بقوه كمان، وهو دلوقتي المركز الثاني، فلغايه لما النادي الاهلي يلعب الماتشين المؤجلين، لكن على الاقل على الاقل هو كان بيكسب على اساس يوقع النادي الاهلي في المنافسه. فطبيعي ان النادي الاهلي دلوقتي لما يتغلب المباراه اللي فاتت اكيد هينزل، طبيعي ان هو ما يفقدش نقاط تاني. انا بتكلم بشكل عام مش مباراه بكره، مباراه بكره دي كاس الناس كلنا عارفه، لكن انا بتكلم بشكل عام للنادي الاهلي ما اعتقدش ان شاء الله اللي هو هيفرط في حاجه تاني. عشان لو فرط في حاجه تاني انت كل مدى كل نقطه بتفرق معاك اللي انت بتبعد بيها خطوه لورا. فانا متوقع ان شاء الله ان البدايه تكون من بكره. اللي هو يعني كل لعيبه النادي الاهلي وبشكل عام عارفين الخساره بتاعت بيراميدز زعلت الجمهور بتاع النادي الاهلي، فطبيعي للعيبه بكره على الاقل دي قبل ما ارجع لبطوله الدوري ومنافسه الدوري، على الاقل بكره صالح جمهوري، اصالح جمهوري بكره ببطوله الكاس. فطبيعي اللي بكره لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله هتكون مركزه وتصالح زي ما بقول لك الجمهور يعني وتكسب. قبل ما نكمل كلامنا خليني اسالك عن بيرسي تاو، ايه رايك في بيرسي تاو خلال هذه الفتره؟ انا عارف ان هو مصاب، لكن في الفترة اللي لعبها يعني من ساعة ما جه هو يعني هو وميكسوني كلنا عارفين الموسيماني هو اللي كان جايبهم. ميكسوني يمكن انا قلت من اول يوم هو مش عارف يتأقلم مع لسه مش عارف، ولكن بيرسي تو اعتقد ان هو اتأقلم لعب واحرز اهداف، بس بحس برضو اللي هو مباراة ومباراة يعني مستواه مش ثابت، وهو ده اللي مخلي ممكن من الاصابات بس هو ده اللي مخلي حتى جمهور النادي الاهلي يا كابتن مش 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 قادر يعني يعني يثق فيه بشكل كبير يعني. كلنا شفنا ياما محترفين جم يعني اليو ديانج لا عند النادي الاهلي لو سالت اي حتى ولد صغير اهلاوي ماشي في الشارع يقول لك لا اليو ديانج ده لعيب كبير ولما بيغيب نص الملعب بيفتقده. فهو عمل رصيد عند جمهور النادي الاهلي. لسه بيرستاو ما عملش كده عند جمهور النادي الاهلي. اعتقد لو مشي بشكل كويس، رغم ان بدايته كانت جيده جدا يا يعني بدايته كانت كويسه، لكن بعدها هو رجع الاصابه فهو لسه ما اثبتش نفسه عند جمهور النادي الاهلي عكس اليو ديانج. فاتمنى ان هو يرجع طبعا بسرعه، وعنده مدرب جديد لازم يثبت نفسه، وخصوصا ان انت بتلعب في نادي كبير وفي مكانك ناس كتير. مظبوط. وما اعتقدش النادي الاهلي هيصبر عليك كتير. النادي الاهلي دايما بيبص للبطولات، فطبيعي اللي هو اي لو لعيب بيتصاب كتير او انت مش قادر تثبت نفسك للنادي وللجمهور اعتقد ان انت ممكن يستغنوا عنك في اي وقت. فعليه اللي هو يركز افضل من كده، وعليه اللي هو لازم يثبت نفسه عند جمهور النادي الاهلي وعند اداره النادي الاهلي. طيب على الجانب الاخر برضو يعني بكره هي المباراه صعبه وكل حاجه، ولكن في النهايه هي مباراه بطوله، لا قدر الله خساره او هيبقى مكسب ان شاء الله. لا يعني في حاله المكسب ان شاء الله بكره، كيف ترى توجه بقى النادي الاهلي خلال الفتره اللي بعد كده؟ يعني سواريز هيبقى بيتعامل اعتقد بهدوء اكتر، اللعيبه نفسها تهدى شويه على الرغم ان هم هيخلصوا عندهم ماتش الحد سواء كده ولا كده. يعني هو سواء كده او كده هم مضغوطين وبيلعبوا مباراه متتاليه كل 3 ايام او كل 4 ايام بيلعبوا مباراه، بس مباراه بكره دي بالذات خصوصا اللي انت بتلاعب المنافس ليك، فكلنا عارفين ان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم ابطال مصر او ابطال افريقيا، فأي مباراة ليهم بغض النظر عن مين الأول أو مين التاني دي بتبقى مباراة ليها طقوس تانية خالص بعيد عن المنافسة. أوكي. فهتفرق عند لعيبة النادي الأهلي جدا نفسيا ومعنويا عشان تقدر تكمل الفترة اللي جاية. لا قدر الله حصل أي حاجة غير المكسب مع خسارة بيراميدز المباراة اللي فاتت، فهيبقى يعني الخسائر متتالية هتفرق يعني مش عارف هجيبها لك إزاي، بس هتفرق معاهم كتير قوي. وفي حالة المكسب برضه هتفرق معاهم بس ايجابي بقى. اوكي. فاتمنى ان شاء الله اللي هي تبقى خلينا في الجانب الايجابي، يعني انا مش عايز اتكلم على الخساره لكن خلينا اتكلم في الجانب الايجابي اللي هي تفرق معاهم كتير جدا جدا، وهتفرق مع المدير الفني كتير جدا في التعامل مع اللعيبه مع الجمهور، بيثبت نفسه مع الجمهور، فهتلاقي الموضوع مختلف تماما في حاله المكسب.
وهتفرق معاهم زي ما بقول لك يا كابتن في لما يرجعوا يلعبوا مباراه يوم الاحد على طول، هتبقى لسه كسبان بطوله كاس مصر، فهتديهم دفعه معنويه جامده جدا يعني. يعني انت من وجهه نظرك ان المكسب هيودينا لنواحي ايجابيه كثيره جدا. طبعا. على الجانب طبعاً. الاخر لو لا قدر الله حصل حاجه، ولكن دائما يكون الفارق ما بين النادي الاهلي وبين اي حد تاني ان انت حتى لو لا قدر الله حصل اي حاجه تقف بسرعه. ده البطل. دايما النادي الاهلي او الفرق الكبيره كابتن الشطاره انك تقوم بسرعه. لكن الحاجه السلبيه انك لما بتخسر بتقعد بقى ايه الهزايم بتبقى متتاليه، لكن دايما النادي الاهلي بيفوق على طول. ودي ميزه فيه. فاتمنى ان شاء الله لبكره اللي دي تبقى القومه بتاعته او الفوقان بتاعه بعد مباراه بيراميدز. خلاص مباراه بيراميدز اي فرقه في الدنيا تخسر، برشلونه بيخسر، ليفربول ما هو بيخسر، فطبيعي ان النادي الاهلي ما فيش حد بيكسب على طول ولا بيخسر على طول. بس هي الشطاره اللي انت تقف على طول. فاتمنى المباراه بكره، انا عارف ان هي مباراه تقيله بعد مباراه بيراميدز وهي تقيله برضو، فهو حظ النادي الاهلي اللي هو عنده مباراتين تقال، بيراميدز في الزمالك وزمالك ببطوله، فهي دي سمات البطل دايما، وكلنا واثقين وفي ظهر النادي الاهلي اللي هو فعلا تبقى بكره هي دي القومه بتاعته، الفوقان بتاعه يكون من خلال مباراه بكره ومباراه ببطوله، مش بثلاثة بونت بس، دي مباراه ببطوله، فهتفرق جامد جدا مع المدير الفني وهتفرق مع اللعيبه. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن بيرسي تاو وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ومع النجم معتزين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. انا بستغرب جدا من بعض الحاجات اللي انا بقراها على السوشيال ميديا واحنا قاعدين كده، فقريت خبر بيقول لك اصل الاهلي ما كسبش الزمالك بقاله 12 سنه في كاس مصر. طيب يعني اللي يقرا الخبر يقول ايه؟ وطبعا هو خبر يعني اللي حاطط هذا الخبر او اللي عاملين هذا الخبر معروف انتباههم يعني، لكن هم عاملين الخبر ده علشان يقولوا ان الاهلي ما كسبش الزمالك وان الاهلي بكره هيتغلب. والله الكلام ده كده زي ما بقوله لحضراتكم، لكن الموضوع ابسط من كده. طب تخيل حضرتك الاهلي والزمالك لعبوا كام ماتش في ال 12 سنه في كاس مصر؟ اللي يسمع كده يقول مثلا لعبوا 12 مباراه، لعبوا 10 مباريات، لعبوا 9 مباريات، لعبوا 7، لعبوا 6، لعبوا 5. لا حضرتك، هم لعبوا مباراتين بس وما كانوش على استاد القاهره. فجماعه يعني الحقيقه الواحد بيشوف اخبار غريبه جدا بتطلع، احنا عارفين مصادرها ايه وبتطلع من ايه، بس انا الخبر ده استفزني جدا، حبيت بس ان انا اتكلم عنه. انه برضو اعتقد وجودك دلوقتي في نادي النصر شيء جيد جدا، وتطور في رحلتك خلال الفتره السابقه من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده رحت مسكت نادي، وبعد كده نادي النصر من الفرق اللي دايما بتبقى قريبه من الصعود للدوري الدرجه الاولى مع كابتن ياسر رضوان كمدير فني وحضرتك كمدرب عام. طبعا شرف ليا اللي انا موجود في نادي النصر يا كابتن. يمكن زي ما حضرتك قلت انا كان بقالي يعني 5 سنين في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، خدت خبرات ومسكت فرق كتيره، وبعدين مسكت نادي الشهداء كمدير فني، وبعدين رحت زد مع الكابتن سمير كمونس الموسم اللي فات، وبعدين الكابتن ياسر رضوان بقى يعني ده اخويا الكبير وبحبه جدا وهو بيحبني جدا، واشتغلنا مع بعض قبل كده في النادي الاهلي. فبصراحه الراجل لما طلب مني ما اقدرش اقول له لا، عشان انا بحبه على المستوى الشخصي. فرحت ومسكت الحمد لله مدرب عام مع نادي النصر، بتمنى التوفيق، وناس محترمه جدا، بشكر الدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادي، كابتن رحيم مدير الكوره، كابتن يوسف محلل الاداء، كل الجهاز يعني مش عايز انسى حد، كابتن ميدو، حازم، كل المساعدين، ناس قمه في الاحترام، عندهم هدف واحد وهو الصعود. وانت عارف حضرتك ان نادي النصر لعب قبل كده وصعد في الدوري الممتاز مع كابتن سيد عيد. فاتمنى ان شاء الله اللي يبقى موسم ناجح لينا، نقدر نعمل حاجه ونخدم نادي النصر، وتكون خطوه كويسه ليا في حياتي التدريبيه يعني. ما هو قادم يعني ان شاء الله. وخصوصا كمان لما بتشتغل في جهاز محترم وجهاز كله بيحب بعض وبيقود الجهاز، طبعا الكابتن ياسر رضوان من الشخصيات المحترمه جدا جدا طبعا في مجال الكوره، وبيكبر الناس بتوعه كمان. فبصراحه الراجل لما كلمني ما اقدرش اقول له لا. حابب برضه من خلال حضرتك كابتن اشكر الكابتن سمير كمون على الفتره اللي فاتت اللي انا كنت ماسك معاه برضه في نادي زد مع الكابتن وليد صلاح الدين والكابتن هيثم حسين. الناس دي بجد ناس محترمه جدا ونجوم، وانا بتشرف وبتعلم، سواء كابتن سمير كمونه، كابتن ياسر رضوان، كل الناس اللي انا بشتغل معاها دي انا بتعلم منهم، كلهم كباتن كبار وكباتني،
فاتمنى ان شاء الله ان انا اكون اضافه لنادي النصر ونقدر نعمل حاجه السنه دي ونصعد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب من وجهه نظرك وجود اثنين مديرين فنيين برتغال بره على الخط في مباراه بكره اهلي وزمالك، هل ده يؤثر بشكل ايجابي ولا سلبي من وجهه نظرك؟ دي مباراه بينهم، دي مباراه خاصه. هم لعبوا على فكره قبل كده مباراتين في الدوري البرتغالي، هو مره بفريرا كسب ومره ريكاردو كسب. هو كل واحد بقى عايز ايه، انا اللي ياخد بونت على الثاني يعني، وكل واحد عايز بقى يبقى في بلده انا اللي كسبت الثاني يعني. فاهم يا كابتن؟ دي بتبقى منافسه بينهم. على فكره الاجانب عندهم يعني عندهم تحدي كبير جدا اللي ما يعرفش الاجانب، فهو برضه بيبقى عايز هناك في وسط اهله وبلده، لا انا اللي تفوقت انا اللي كسبت. فدي مباراه على الخطوط غير المباراه اللي في الملعب جوه يعني. لكن ان شاء الله سواريش هو اللي يكسب وهو اللي يحقق البطوله بكره ان شاء الله. فهي مباراه كبيره والاثنين مدربين كبار والاثنين محظوظين اللي هم ماسكين اكبر ناديين في افريقيا كمان. مظبوط. فلا اتمنى ان شاء الله بكره التوفيق للنادي الاهلي ويؤدي مباراه كويسه ويكون المدرب بتاعنا هو التوفيق معاه كمان يعني ان شاء الله. طيب اهم سمات الكره البرتغاليه، قعدت فتره مع الكره البرتغاليه سواء مع النادي الاهلي تحديدا في مع مانويل جوزيه يعني. وكمان فنجادة في الزمالك طبعا البرتغالي. في الزمالك ويعني مرنت كتير مع برتغاليين، بس هم دايما عندهم الجديد، دايما عندهم الابديت بتاع الكوره، دايما بيطوروا من نفسهم، دايما بيشوفوا ايه الجديد اللي في الكوره ودايما بيبقوا عايزين يطبقوه عايزين ينفذوه، دايما غيرين على فرقتهم، دايما بيحب اللي هو يكسب. في مدربين دايما كابتن بتبقى همدانه اللي هو يكسب ماتش وتلاقيه اربعه يخسر، لا هم مش كده البرتغاليين. فهو ده كمان اللي مخلي اللي في الدوري المصري فيه مدربين كتير برتغاليين. مظبوط. يعني فاركو عنده برتغالي، النهارده المنتخب جاب مدرب برتغالي كان جوزيه، الزمالك فيريرا يعني ناس وامبي وامبي يوسف فيريرا يعني البرتغاليين كتير في مصر، فايه اللي بيخلينا نروح للمدرسه دي اللي هم دايما ناجحين. فاتمنى ان شاء الله اللي هم يعني تحس ان احنا خلاص بقينا اولاد عم يعني احنا وهم يعني. فاتمنى ان شاء الله اللهم ربنا يكرمهم كل واحد طبعا في ناديه، وهم دايما عندهم زي ما بقول لحضرتك الابديت دايما بتاع الكوره ودايما بيطوروا من نفسهم ودايما بيحبوا المكسب، فهو ده اللي بيفضلهم عن اي مدرسه ثانيه او اي بلد ثاني. بما انك اتكلمت عن روي فيتوريا، هل وجوده بكره في المباراه اعلان، هو اعلن النهارده او بعد ما اعلن اتحاد كره القدم عن تقديم روي فيتوريا كمدير فني للمنتخب الوطني، هو بنفسه اعلن عن تواجده بكره في مباراه الاهلي والزمالك لبدء مرحلة جديدة مع منتخبنا الوطني، هل وجوده هيؤثر بشكل إيجابي أو بشكل سلبي معرفش على الفريقين؟ بص يا كابتن، هو طبيعي طبعا الراجل حظه حلو اللي هو أول ما يجي مصر امبارح فالنهاردة يتقدم في مؤتمر صحفي، بكرة يبقى موجود في مباراة كبيرة زي الأهلي والزمالك، فهو محظوظ اللي هو طبيعي اللي هو مدير فني المنتخب دايما بيحضر مباراه كبيره زي دي، اكبر ناديين طبعا بيلعبوا او ابطال مصر بيلعبوا، فلما يبقى المدير الفني كمان موجود وما كملش 48 ساعه طبيعي اللي هو لازم يحضر مباراه زي دي. دي بقى بتفرق عند اللعيبه كل واحد طبعا، وخصوصا اللي هو ادى تصريح النهارده انا قريته على السوشيال ميديا، اللي باب المنتخب دايما مفتوح لاي لعيب جديد، كل المديرين الفنيين فدايما يقول لك بدي الفرصه، وبتلاقي في الاخر الهيكل بتاع المنتخب. وقال هيقعد مع كل المدربين، اول حاجه بتتقال دايما حاجتين، الباب مفتوح للعيبه وهقعد مع كل المدربين. ولا بنشوف ده ولا بنشوف ده، هنشوف بقى. لا ده هنشوف هل ده يعمل ولا مش هيعمل. بس انا اللي عاجبني على صلاح جديد، انا هو قال انا عايز اعمل صلاح جديد، واللي عاجبني كمان اللي هو عامل خطه او اتحاد الكره وكابتن حازم امام حتى قالها في الكلمه في المؤتمر اللي احنا عاملين. انت بتضحك ليه؟ اصل قالوا لي على حاجه لطيفه يعني فبضحك. طيب فهو عاملين زي حاجه على 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 المدى الطويل يعني في خلال الاربع سنين كلهم، فهو الراجل عايز يعمل شغل، عايز يعمل منتخب جديد او عايز يعمل يطلع لعيبه جديده زي ما شفنا كيروش عمر كمال ومحمد عبد المنعم، فكل مدرب بيبقى دي بتحسب له اللي انا اللي اخترت ده او انا اللي اظهرت مثلا اللعيب الفلاني على الساحه الرياضيه، فكل واحد بيبقى عنده أهداف. فأتمنى إن شاء الله المدرب الجديد يعمل حاجة للمنتخب، ولازم يبقى عارف اللي هو ماسك منتخب مصر، منتخب مصر قيمة كبيرة جدا. فعنده كاريزما وروحه جيدة، معرفش أنا شفت كده. بص يا كابتن أنا ما بحبش بقى كاريزما، إحنا جبنا كيروش عادي يقولوا ده التاريخ والسي في، وأنا ما بحبش
انا بالواقع انا مش هقعد اعيش على الماضي. أوكي. ما هو انت ممكن تجيب واحد سي في ومدرب عالمي ويكسر الدنيا كاسم ويجي يفشل معايا. صح. فيبقى انا معلش انا ما استفدتش حاجه يا فرحتي اللي انا جبت سي في. يعني انت برضو مش هتقيمه غير لما تشوفه في الملعب بس او اختياراته. انا مش عايز سي في، انا عايز شغل في الملعب. لا مسك، خلي مدرب يبقى اقل واحد في الدنيا، اقل مدرب بس يجيب لي بطولات، يعمل لي شكل، يؤدي، نكسب، ناخد، نرجع بقى زمن بطوله افريقيا ونرجع نكتسح بقى. وده الطبيعي، احنا عندنا محمد صلاح وعندنا لعيبه كبار وعندنا النني في ارسنال، فانت دلوقتي وصلت لمرحله كبيره جدا من الناس المحترفين، فانت عندك اسماء. مزبوط. مزبوط. منتخب تقيل، الناس كلها، كل منتخبات افريقيا تبقى عامله لنا حساب. فانا مش هفرح بالسي في قد ما هفرح بالبطولات وشكل منتخب مصر يرجع تاني يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نروح للتحكيم شويه. بكره حكم بولندي، حكم له اسمه سيمون. يمكن بعض التقارير الإعلامية قالت أنه هو كان أو كلوب كان غاضب من هذا الحكم بعد إدارته لمباراة ليفربول وفياريال الأسباني في دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية. كيف ترى اختيار هذا الحكم أو المدرسة البولندية في التواجد في مثل هذه المباراة المهمة جدا للفريق؟ هو الراجل قاله، يعني انا سمعت برضو من السوشيال ميديا اللي هو تاريخه كويس وحكم مباراه مهمه والسنه اللي فاتت واللي قبلها، يعني مش مثلا جايبين حكم كان مكسر الدنيا مثلا من 4-5 سنين، لا يعني حكم مباريات كبيره جدا، فعنده شخصيه، بيمتاز بالشخصيه. واحنا هنا عندنا عقده الخواجه في مصر، خلينا نتكلم بصراحه. لو مدرب، لو حكم مصري دايما اللعيبه تروح عليه. عقده خواجه ايه ده؟ احنا بقالنا سنتين ما بيحصلش حاجه يا راجل. ده الفار بيرجع 5 دقائق ورا يشوف الاهلي عمل ايه لو في حاجه للاهلي. احنا كلنا بنشوف الفار ده في اوروبا او ما هذا الحكم اساسا يعني اللعيبه ما تروحلوش. وبعدين الفار ما فيش 10 ثواني 15 ثانيه بالكثير لو حاله فيها جدل وتلاقيه بيحسب. احنا بنقعد يعني ممكن واحد مثلا يقوم في الفار اثناء الفار يعمل كوبايه شاي ويرجع يلاقي برضه لسه الفار ما بداش. احنا لسه متاخرين جدا. حتى الراجل اللي جابوه الجديد بتاع اتحاد الكوره، اتمنى اللي هو يعمل طفره في التحكيم. اتمنى اللي هو يعمل طفره في التحكيم. وخصوصا يا كابتن برضه عشان ما نقصوش على الحكام، لا احنا عندنا عناصر كويسه طبعا. عندنا يعني بدون ذكر اسماء عندنا عناصر كويسه وعندنا حكام كتيره كويسه. وكلنا شفنا لما ادينا الكابتن ابراهيم نور الدين حكم اهلي وزمالك نجح، كابتن محمد عادل نجح. محمد عادل ايه اللي نجح بس في الاحتواء اللي قاله ده واللي عمله؟ لا انا بتكلم في، ماليش دعوه بالتصاريح، لكن المباراه طلعت بشكل كويس. لا يا راجل، ما ده 3 ده طلع كويس ازاي؟ لا بس بص يا كابتن، في حاجات لا في ماتشات ما ينفعش يتقال عليها ان هي طلعت كويسه. 5-3 ده تصريح الاحتواء. لا انا ماليش دعوه بالتصريح، هو غلط اللي هو قال التصريح. انا بتكلم ماشي، طلع ده تصريح كارثي. انا بقول لك هو غلطان اللي هو قال كده. ما ينفعش يطلع يتكلم كده. بقول لك وانا كسبان على فكره، مش بقول وانا مثلا ايوه يعني احنا كسبان، بس ما ينفعش تطلع حامد مثلا في هذه المباراه. فانا بتكلم اللي ايه، احنا عندنا حكام كويسين وعندنا عناصر شابه طالعه، طبعا وكابتن محمود البنا حكم هايل، طبعا فعندنا حكام كويسين. فاتمنى الخبير اللي هو جايبينه ده يعمل طفره في التحكيم. اتمنى ان احنا نحاول يعني دايما نشوف ايه الجديد، دايما ما اقومش اعمل شاي واقعد ساعتين استنى الفار ليه؟ ده انت كده بتفقد متعه كره القدم. فاتمنى ان شاء الله الحكم بتاع بكره ده هو شخصيته قويه، اسمع له شخصيته قويه. حكم بكره خلي بالك كمان سريع في اخراج البطاقات الصفراء والحمراء. ده على اللعيبه بقى، ده بقى مش زي هنا بقى واخد اللي اللعيبه بتروح واللي يمسك ايده واللي هي ده ما بيهزرش. اي لعيبه يتكلم معاه يروح مديله على طول، مش هيسكت ولا في جهاز بقى يقوم له على الخط ولا الاحتياطي يقوم. الهرجله اللي احنا بنشوفها دي مش هتحصل مع الناس دي. الناس دي ما بيهزروش. فاتمنى بكره اللي احنا يعني نوري لطاقم الحكام اللي جايين اللي احنا ناس متحضرين وعندنا برضو من العقليه الكبيره زي ما انتوا عندكم. ما يجيش بقى يطلع نلاقي تصريح بعد الماتش اللي هو يعني نطلع القطط الفطسانه. ما تتكلمش في هذا الامر، لكن هو السي في بتاعه سي في قوي. نتمنى ان هو يكون موفق. ممكن يبقى سي في قوي زي ما حضرتك قلت ويبقى مش موفق في مباراة بكره، ولكن الاهم ان هو يكون موفق. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الحكم، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كابتن معتز. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. معتز برضو بكره نروح للزمالك شويه. الزمالك عنده مدير فني محترم الحقيقه،
بيلعب الفترة اللي فاتت باستراتيجية معينة. قول لنا الأول الاستراتيجية اللي بيلعب بيها مستر فييرا خلال الفترة اللي فاتت، وأيضا هل بكرة هيلعب بنفس هذه الطريقة ولا قد يفاجئ النادي الأهلي بشيء آخر؟ لا أعتقد مش هيبقى فيه مفاجآت بالنسبة لنادي الزمالك. هو بيلعب بسيستم واحد وطريقة معروفة، وبيعتمد على زيزو وعلى إمام عاشور في نص الملعب وبن شرقي وسيف الدين قدام، فما فيش أعتقد يعني مفاجآت بالنسبة لنادي الزمالك. فالأوراق كلها تكون معروفة يعني للنادي الأهلي، لكن هو بيمتاز السنة دي بالروح، وعندهم بصراحة يعني إصرار على المكسب في كل المباريات، واللعيبة بتاعتهم بتأدي بشكل كويس، والإدارة بصراحة معهم، وده يعني دليل على النجاح لما بيكون في استقرار إداري بينعكس على اللعيبة في الملعب، فهم ماشيين بشكل كويس. فأعتقد اللي بكرة مش هيبقى فيه مفاجآت للزمالك، والأوراق كلها تكون معروفة يعني. طارق حامد عدم وجوده هيؤثر بشكل سلبي؟ طارق حامد لعيب كبير، لكن الفترة الأخيرة كلها نادي الزمالك بيلعب من غير طارق حامد، يعني مع احترامي طبعا هو لعيب كبير وكل حاجة، لكن نادي الزمالك ساسي مشي الزمالك بيكسب، طارق حامد مش موجود الزمالك بيكسب، أبو جبل مش موجود وفي مشاكل عشان التجديد وكده، عواد بيتألق وبيلعب والزمالك بيكسب. فما فيش نادي أيا كان، وخصوصا لما يبقى نادي كبير زي الأهلي والزمالك ما بيقفوش على لاعب. فطارق حامد لو كان موجود لعيب مهم وكل حاجه، لكن الزمالك دلوقتي بيعتمد على رؤى وعلى امام عاشور، والاثنين ماشيين بشكل كويس، والزمالك زي ما بقول لك بيكسب بيهم. فاعتقد يعني لا جديد يعني هم اللي هيكونوا موجودين. الى اي مدى سيؤثر محمد الشناوي وعواد بكره في المباراه؟ اعتقد الاثنين عليهم دور كبير قوي بكره، الاثنين تقال، كل واحد بيوصل للعبته او لزمايله حالة الطمأنينة زي ما بيقولوا، مع أول كرة بيطلع بيمسكها سواء شوطة بيصدها أو كرة بيطلع يمسكها من كورنر أو كرة عالية، ده بيدي اطمئنان لزمايله، بيديهم ثقة في الملعب. فأعتقد اللي بكرة هيكون عليهم دور كبير، وخصوصا اللي الشناوي كابتن الفريق كمان. يمكن عواد هو مش كابتن الفريق، لكن بصراحة عواد ماشي بشكل كويس الفترة اللي فاتت، وهو يمكن النجم الأول، أنا شايف في مباراة المحلة شايل كذا هدف. الشناوي كمان هو كابتن الفرقه، فهو دايما اللي بيتكلم معاهم ودايما اللي بيلمهم، ومن اللعيبه الكبيره في النادي الاهلي. فانا شايف ان الاثنين عليهم بكره عامل كبير قوي يعني. طيب هل المباراه دي ممكن تحسمها ركلات الترجيح، ولا من وجهه نظرك هتخلص قبل كده؟ انا من وجهه نظري الشخصيه هتخلص قبل كده، هتخلص قبل في الملعب. امتى بقى تخلص كده؟ لو الاثنين متخوفين والاثنين ما بيقابلوش من فوق، ده متحفظ وده متحفظ، اصل مباراه واحده 90 دقيقه واحده، مش مثلا مباراه رايح جاي او كده. لكن انا شايف ان بكره هيبقى الكره هجوميه، مفيش حد يلعب زون، الفرقتين كبار زي ما قلت لك في اول الحلقه، هيبقى في مساحات كبيره، اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب لعيبه كبيره، فطريقتهم كره هجوميه وطريقتهم واضحه. فانا شايف ان بكره هيبقى في اهداف يعني في المباراه. مين من وجهه نظرك سيكون نجم المباراه في الاهلي؟ في الاهلي يعني انا اتمنى حمدي فتحي والسوليه نص الملعب، ولو ديانج لعب، عشان دايما اساس نص الملعب في اي فرقه لما بيمتلك نص الملعب، الفرقه اللي بتمتلك نص ملعبها هي اللي بيبقى ليها الافضليه. فانا متوقع بكره يعني متوقع ان حسام حسن بكره الراجل بيعتمد عليه بشكل كويس الفتره اللي فاتت، واداله فرصه اكتر من موسيماني، وهو بصراحه بيأدي بشكل كويس، وهو فرويد كويس، هو بس محتاج هدف يفوقه. فانا متوقع ان حسام حسن بكره لو ربنا كرمه وجاب هدف هتفرق معاه الفتره اللي جايه كلها يعني. طيب اخيرا رسالتك بقى للاعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه المهمه. رسالتي اليوم اللي هم يعني ربنا يكرمكم بكره، المكسب والخساره دي حاجه بتاعت ربنا، احنا انتوا بتتعبوا وبتادوا في الملعب، اهم حاجه يعني يبقى قلبكم على قلب بعض، طول ما في حب هتكسبوا، كونوا رجاله، الجمهور دايما بيدعمكم، مجلس الإدارة كله في ظهركم بغض النظر عن الخسارة اللي فاتت، كابتن محمود الخطيب بنفسه، ودي حاجة كبيرة جدا اللي هو تنعكس على اللعيبة اللي يتكلم معاهم ويعمل اجتماعات معاهم، فكل الناس في ظهركم وإحنا معاكم إن شاء الله، ربنا يكرمكم بكرة وتصالحوا جماهيركم عن المباراة اللي فاتت، ودي بقى دي بداية لبطولة الدوري إن شاء الله. يا رب إن شاء الله، شرفت ونورت عيني، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي. حبيبي يا كابتن، وإن شاء الله أبارك لحضرتك بكرة بالمكسب، وكل جمهور النادي الأهلي يفرح. ومرة تانية بشكرك على استقبالك ليا، وكنت سعيد جدا لما موجود معاك، وببقى سعيد أكتر إن أنا ببقى موجود في بيتي الكبير النادي الأهلي. ربنا يخليك إنه شرفت ونورت، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، غدا إن
شاء الله هذه المباراة المهمة جدا، الكل ينتظر الروح القتالية، الكل ينتظر ماذا سيفعل لاعبو النادي الأهلي بعد المباراة بيراميدز الأخيرة. إن شاء الله كل التوفيق لكل اللاعبين، أي 11 يلعبوا بكرة إحنا في ظهركم، إحنا بنساند وبندعم وسنظل دائما نساند وندعم. ما تنسوش بكرة إن شاء الله الاستوديو التحليلي لقناة النادي الأهلي، هيبقى قبل المباراة بساعتين كل الكواليس ما يحدث قبل بداية هذه المباراة بيكون على الهواء مباشرة مع حضراتكم من داخل قناة الأهلي وعلى شاشة قناة النادي الأهلي مع النجم الكبير الكابتن أيمن شوقي وضيوفه اللي هيكونوا متواجدين معاه بكرة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم على خير، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بكرة.